طلب الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد، وأكيد مشوار جديد ومواضيع جديدة أكيد تخص المدينة وأهل المدينة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرساله حتى يتم عرضه ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، وأكيد البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك. واللي عنده تعليق مناشدة ومشكلة يتركها ضمن التعليقات، نقرأها وقت بث الحلقة إذا كفت، وإذا كانت تحتاج إلى متابعة يتم إرسالها لمراسلين لمتابعتها بالصوت والصورة. مشوار راح يبدي من موضوع المفروض كان يوم أمس إحنا ناخذه، لكن تأجل نتيجة تعرفون إحنا يعني أنا أمس سوهت عن الموضوع، هناك عشرات الرسائل بل أكثر توصل لأهل المدينة، وهناك مواضيع وأخبار كثيرة جاي تصير في البلد، لذلك جاي نحاول قدر الإمكان أنه نأخذ الأهم ثم المهم. يوم أمس فجرا كان هناك احتراق لكلية التراث يعني في بغداد اللي بها قاعات امتحانية، يعني هي القضية مترابطة شيء يجر شيء. تعرفون سار استعدادي جاي يمتحنون، فإحدى القاعات الامتحانية هي موجودة في كلية التراث. فجرا صار هناك حريق، بعد مفتعل ما مفتعل هذه قضية تخص الجهات المعنية في فتح تحقيق والبحث في الأمر وليش وشنو، لأنه يعني ناس حشت قالت موضوع فساد، ناس تقول تماس كهربائي وغيرها، هاي القضية نتركها للجهات المختصة. لكن ما يهمنا يوم أمس أنه هناك قاعة امتحانية انتظروا الطلاب يتجمعون، وبعدين تم نقلهم بطريقة بائسة للغاية. تعرفون هم طلبة السادس أصلا هم أعصابهم منهارة، سهرانين وتعبانين وامتحانات ووضع أمني ووضع اقتصادي واجتماعي أصلا صعب، هم عليهم بالذات السادس إعدادي وكأنما يدخلون، هم شلون واحد يقول يدخل فترة موت ويطلع، الضغوطات النفسية إحنا يعني جاي يصير عندنا كابوس السادس إعدادي للأسف. المفروض هي مرحلة تشبه المراحل الأخرى لكنها مرحلة مصيرية، لكن إحنا عندنا بالعراق صار الموضوع مختلف للغاية. اللي صار انه تم نقلهم بطريقه بائسه للغايه، بطريقه بدائيه للغايه، بسيارات مفتوحه، راح نشوف مقطع الفيديو. الناس الطلبه الاساتذه ايضا صاعدين وياهم بالسياره، حتى تعرفون لانه هاي امتحانات وهذول طلاب وقاعه امتحانيه، وتم نقلهم من مكان الى اخر. هذه اهانه للاستاذ والطالب وللتعليم، وهم خطيه بهالحار وهم حالتهم النفسيه صعبه. ما المفروض انه هو فجرا صار الحريق، ما المفروض بهاي الساعات ان يتم اعداد خطه سريعه وتهيئه سيارات كوسترات، هاي السيارات الباصات احسن من هذه السيارات اللي هي مفتوحه وضربتهم الشمس منا لحد ما وصلوا. يعني هذه السيارات لا يمكن ان نصعد بها بشر وبهاي الاعداد الكبيره وطلبه مع اساتذه وهم وراهم امتحان. القضيه كلش بها اهانه كبيره للطلاب واستهانه بمصيرهم وحياتهم وأمنهم. اللي صار الناس حتى بعض الناس يقول لك يعني ما سويناش نفس ما صار بسبايكر، تم نقل شبابنا، احنا شفنا بمقاطع الفيديو بهذه الطريقة وانقهرنا عليهم، نفس الشيء اللي احنا شفناه هسه حاليا الطلاب. ليش هذه الاستهانة أو التقليل من شأن إنسان عراقي؟ ما راح نقول طلاب، أساتذة هم وملابسهم وقوطهم وصاعدين بالسيارة وهم مراقبين للامتحان يصعدون بهاي السيارات. الطلاب سادس إعدادي باكر عقبه ينجحون يروحون كليه، مرحله هم مصيريه وراها امتحان ثلاث ساعات متواصله، يروحون بالشمس وواقفين وقفه لحد ما يوصلون القاعه الامتحانيه. كان المفروض ان يكون هناك تدابير، ومفروض يكون هناك حل اسهل واسرع، بدل ما جايبين سيارات مفتوحه اجيب سيارات مغلقه ويتم نقلهم بكل انسيابيه وسهوله وباحترام. احنا نتمنى ينفتح تحقيق بالموضوع حتى يعني موضوع الحريق حتى نعرف شنو الموضوع وليش، لان يعني هاي القضيه ايضا مهمه للغايه، يعني هي صارت بها مشاكل يوم امس،
وموضوع الطلاب اتمنى انه يكون مثل ما احنا سمعنا التوضيح اللي وصل من وزاره التربيه، تم تهيئه المكان القاعات الامتحانيه وسووا بها مبردات وجابوا لهم ماي بارد، يعني هذا على اساس شوي تريد تكحلها وزاره التربيه، لانه عرفت انه الناس يوم امس كان هناك جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الموضوع وبعد طرحه امام الراي العام بطريقه نقل الطلبه بشكل مهين للغايه للاسف. ما اعرف انه وزاره التربيه من تقول انه هيئنا قاعه امتحانيه بها مكيفات او بها مبردات وحضرنا لهم الماء البارد، وكانهم حاملين الطلاب من نيه، وكانهم حاملين الناس من نيه ومسوين عمل عظيم ومنجز وجبار وكبير جدا. هذا واجبكم، هذا ممكن انه تقدموا لهم الافضل، لانه احنا طلابنا خاصه مرحله السادس الاعدادي شفناهم بقاعات الامتحان متبهذلين بهذله مو طبيعيه، وحتى انه القاعات اللي كانت هي مخصصه لهم في الجامعات العراقيه وفي بعض الكليات العراقيه، ايضا يخرجون بعد الامتحان يعانون عدم وجود مياه بارده صالحه للشرب، وايضا المكيفات وحتى المراوح الهوائيه انه هي ما موجوده داخل القاعات، وبالتالي انه هذا ايضا يأزم وضعيتهم اكثر، وبالتالي يؤثر عليهم بشكل سلبي وما يخليهم يؤدون امتحانهم بشكل صحيح. احنا يراد لنا انه وقفه جاده مع وزاره التربيه، ويراد انه وزاره التربيه تنفض الاطراب عليها وتبدي من جديد وتعود للحياه من جديد، حتى انه تغير بواقع التربيه بالعراق، لانه منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه معاناه كبيره جدا ومأساويه جدا بسبب الاهمال وبسبب الناس المتقصدين انه يخلون وزاره التربيه بهذا المستوى المتدني اللي ما اعرف وش وقت راح نخلص من عنده، وش وقت نبدي بوزاره حقيقيه نتقود المستقبل وتقود جيل المستقبل بالشكل الصحيح، وتخليه فعلا يكون جيل ناضج وواعي ومثقف ويدرك ما يحدث حوله في هذه الحياه. نروح لموضوع اخر، موضوع اخر يهم وزاره التجاره، وزاره التجاره اللي ايضا ملفها كبير جدا حالها حال بقيه الوزارات المهمه اللي هي الصحه والتربيه وغيرها من الامور، وحتى الكهرباء. وزاره التجاره ما اعرف، بس يمكن هم عندهم حظ، لانه الاعلام كله ما يسلط عليهم الاضواء، وبالتالي انه خاتلين، يمكن بس في برنامج اهل المدينه وبين فتره واخرى نطرح موضوع خاص بوزاره التجاره ونطلع قضايا كبيره جدا تخص وزاره التجاره، لكن بعد فتره انه يطلعون ويصرحون ويقولون والله احنا شوفوا سوينا، مثلا موضوع التمن يطلعون يطبخون، موضوع الطحين يطلعون يخبزون، لكن موضوع الحصه التومينيه ايش راح تطلعون وايش راح تقولون وايش راح تبررون؟ لانه انتم ما توزعوها وما تنطوها للمواطن العراقي الفقير اللي عايش بتلافيس انه كم فلس انه يقدر يدبر بها امره، اضافه الى هذا انه انتم قاطعين عليه مفردات البطاقه التومينيه، وخاصه مدينه الموصل. مدينه الموصل من اكثر المدن المتضرره، يمكن بعد لحد الان انه هي منكوبه، ونطالب ان الجهات المعنيه يعلنوها منكوبه، لانه ما بها لا خدمات ولا اي شيء ايجابي يذكر بهذه المدينه، اضافه الى هذا انه قطعوا عنهم مفردات البطاقه التومينيه بشكل كبير جدا، يعني انه مثلا هي المفردات هوايه ينطونهم بس طحين لشهر واحد، والاشهر القادمه ما راح يعطوهم الطحين، يعطوهم يمكن ماده اخرى الزيت فقط، او ينطوهم السكر فقط، او التمن فقط، وهذا الموضوع اللي صاير، واهالي الموصل عندهم معاناه كبيره جدا، وحاليا يعني ان هم فوق هذه المعاناه انه لاكو شغل ولاكو فرص عمل ولاكو خدمات لا كهرباء لا مي، مع ارتفاع درجات الحراره، فانتم قيسوا درجه الجنون اللي صاير عند المواطن بالغضب. لوين واصله؟ واحنا نجي نقطع عليه مفردات البطاقه التومينيه وننطيه مفرده واحده ونقول له روح دبر حالك والك الله، والله يعينك، والوزاره والحكومه ما اعرف بشنو ملتهيه وغافله عن ما يحدث في مدينه الموصل من مشاكل كارثيه وايضا معاناه كبيره جدا لاهالي مدينه الموصل. تفاصيل اكثر نتابع من خلال التقرير. احنا من تحررنا ليه حد الان يعني شغلات معدوده، وهذا الجدول يمكن قدامكم واضح هسه يصوروا الاخ المصور، يعني كل شهر حتتناقص حترجع الى الوراء، الشهر الرابع بس طحين، هسه هذا الشهر بزيت، يعني بزيت لحد الان ماده واحده، العراقي اللي يمتلك مواد ويمتلك ميزانيه حصه زيت شو يسوي بيها؟ نحن مناطق منكوبه، نحن خاصه بالموصل، ماده واحده شو تكفي العواهل؟ رجعت ما عنده لا حول ولا قوة إلا بالله. بط الزيت مواد لا ترتفع زين. ملاحظة أخرى، سيادة الوزير طلع قال قبل أشهر واني شاهدوا مع عيان والناس شافونه، قالوا المواد اللي تعوض أيام داعش لمدة 3 سنين، خلال بس يجينا الأمر من بغداد
نسوي السكوك، بعض المحافظات استلمت. ليش نحن يعني ليش دائما الكد على اهل الموصل وبالذات العراق؟ نحن كلنا تعبانين، بس بالذات احنا المناطق القديمه يعني منكوبين من كافه من ناحيه الشوارع، منسيين من كافه الوجبه. اذا كانت قبل ما قبل الاوضاع قبل سقوط الموصل مال 2014 كنا نستلم المواد الغذائيه كامله. هسه كانوا يسمونها بالشهر طحين، هسه شهرين وثلاثه ماكو. وين؟ اكو واحد بالبرلمان تقول انا 13 مليون ما تكفيني. اذا كان المواطن ايش يعمل؟ بطل الزيت بل كربة ايش ما يكفيك؟ وين صبح تروح الفلوس؟ احنا نريد تجي مواد غذائيه مالتنا كامله. نريد الاعمار، نريد هذه كله ماكو، تعالوا ارجعوا نعمروا لكم هذه، كله احنا هاي صار لنا وضعيه ثالثه ما بعد تحرير الموصل. ماكو اي شيء على حطة ايدك، تعالوا ارجعوا نعمر، وماكو شيء، بس المنظمات عم تشتغل، تنظيف الابرع منظمات، ماكو عضو بالبرلمان، ماكو محافظ جازار، ماكو اي واحد بالحكومه جاء قال هذول مفجعين، هذول بس كلمه ملوخ، انت من؟ والله من القديمه، انتم دواعش، يابا ليش احنا دواعش؟ فوق ما عانينا. وكلاء الشركة العامة لتجارات المواد الغذائية، الوكلاء نقدم الصورة الصحيحة لعمل وزارة التجارة وتعاملها مع المواطن. لحد الآن ثلاث حصص سجلونا، ثلاث حصص ست أشهر، يعني المواطن بالتفصيل بالدقيق ثلاث طول زيت، ست كيلوات شكر، 9 كيلوات تمن، ونوعيه التمن اللي عم تجي رديئه جدا. اكو ثلاث نوعيات امريكي واوروغواي وفيتنامي. احنا هاي الشهر الخامس المنطقه القديمه المفروض يعملوها معامله خاصه لان هي متضرره اجدد منطقه بالعراق كله. هاي اربع شهر الرابع او الخامس يوزعون من هذا التمن الفيتنامي اللي ما يصلح، ما نقول ما يصلح للأكل البشري، بس للتطبيق ما يتطبق. إذن رجعنا لكم بعد ما شاهدنا معاناة المواطنين في مدينة الموصل، وأيضا هي بسبب إهمال وزارة التجارة لهم وعدم أعطائهم مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وفي موعدها المحدد. المفروض أن هذه فلوس موجودة وميزانية كبيرة جدا ومخصصة لمفردات البطاقة التموينية، وإحنا شاهدنا الحوادث والكوارث اللي صارت بالوضع الاقتصادي على مدى السنين المضت كلها بسبب الإهمال الحكومي. زين، وزارة التجارة مخصصي لها أموال طائلة جدا، هذه الاموال المفروض انه حتى اذا ما تريدون تشترون من المنتج المحلي وتنطونه للناس، انتم عندكم شركات متعاقدين وياها ودول متعاقدين وياها تجيبون من عندها مفردات البطاقه التموينيه حتى توزعوها على المواطن العراقي. طيب ليش ما توزعوها بشكلها الصحيح؟ ليش ما توزعوها بشكل كامل؟ ليش ما تنطوها بموعدها المحدد؟ شنو ذنب المواطن اللي هو ده يطلع من الصبح لحد العصر راجع بجيبه 3000 او 5000، شنو يقدر يشتري بيهن؟ ينطي بيهن الايجار، ينطي بيهن اجور المولده، ينطي بيهن الالتزامات الطبيه والصيدليات وشراء الادويه لانهم متوفره بالمستشفيات الحكوميه، لو يقعد انه يشتري تمن ويشتري طحين ويشتري زيت ويشتري شكر. يعني فكروا بالمواطن، المفروض هذه المدن المتضرره اللي هي الموصل والانبار وديالى وصلاح الدين ذن يكون لهن اهتمام، لهن يعني استثناء من الوضع اللي احنا نعيشه، لانه ناس عانوا وتعبوا ولحد الان بعدهم يعانون ويتعبون منذ عام 2014 ولحد هذه اللحظه معاناتهم زادت وما نقصت. وبعد التحرير اللي احنا كلنا كنا متاملين انه اهالي الموصل راح يرجعون للحياه مره ثانيه بعد تحريرهم، لانه كل المنظمات المجتمع الدولي وايضا الحكومه المحليه والحكومه المركزيه بكل مفاصلها قالوا راح ندعم الموصل وراح نعمر وراح نبني وراح ننطي، لكن للاسف لا بنا ولا عمره ولا انطوا ولا عوضوا الناس المتضرره، وبالتالي انه خلوهم عايشين هذه الحاله الماساويه جدا. فوق كل هذا قطعوا عليهم مفردات البطاقة التموينية وخلوهم يستلمون شيء واحد أو مفردة واحدة
لكل شهر او شهرين او حتى ثلاثه. يا ريت انه توصل هذه المناشدات او هذه المعاناه الى وزاره التجاره من اجل اعطاء مفردات البطاقه التومينيه كامله لاهالي مدينه الموصل ولكل العراقيين، لانه مو فقط بالموصل، لا بكل المحافظات العراقيه اكو معاناه والاهالي دا يعانون بشكل كبير جدا بسبب اهمال وزاره التجاره. وزاره التجاره ما اعرف يعني يمكن ان هم خط احمر عند الحكومه، فلهذا الحكومه المركزيه ما تقدر تحاسبهم ولا تقدر تقول لهم تعالوا انتم شنو اللي دا تسوونه وشنو اللي دا تقدمونه للمواطن العراقي، واحنا دا نعيش بوضع ماساوي جدا وظروف اقتصاديه صعبه وايضا ازمه ماليه كبيره جدا بينت على المواطن العراقي الفقير فقط، مو على المسؤولين وكبار رؤوس الاموال اللي موجوده في العراق. احنا عندنا حصه تموينيه قصه حزينه حقيقه، يعني موضوع الناس كلها قاعد تشتكي وفتحوا باب عليهم من موضوع العدس، يعني صار المضحك اللي صار في رمضان وممكن كيلو كان كيلو طحين صفر. راح يتذكرون هم نفس الشيء برمضان الجاي، المفروض انه الحصه التموينيه اما الغيها حتى الناس تنساها وانطب بدالها فد شيء معين، او انه انا اوفرها او حتى لو مو كل المواد، يعني احنا قبل 13 ماده او اقل، المفروض انه انا احط المواد اساسيه خلاص والغي البقيه، والناس تعرف انه التمن الطحين الزيت هاي الاشياء الاساسيه، عمي شاي والصابون ومنظفات كلها عفوا، او الدجاج هاي قبل كنا نستلمه كلها عفوا، انطونا الاساسيات فد خمس مواد حتى الناس تعتمد على الحصه التموينيه بهاي الخمس مواد توفر فلوسها تشتري بها غير اشياء، وهكذا نقدر احنا ها يعني نمشي حياتنا خاصه الناس الفقراء اللي محتاجيها. طيب نروح الى موضوع اخر في بغداد حصل، وهو قضيه دائما تنعاد واحنا ما اعرف امتى يطبق القانون، هي صار قانون لكن ليش ما يطبق على ارض الواقع؟ هل معقول انه احنا سلطه العشائر هي اقوى من القانون؟ هاي القضيه احنا نطرحها على وزاره الداخليه والجهات المعنيه في بغداد في كل المحافظات. هناك مقطع وصل لنا من الطالبيه انه هناك عراضه عشائريه واستخدموا بها الاسلحه الخفيفه والمتوسطه، اللي المفروض اللي قبل اسبوع كان هناك بيان وقرار وتصريحات من الحكومة المركزية إنه الدولة راح تحصر السلاح بيدها أو حصر السلاح بيد الدولة، زين هذول دولة وما ندر إحنا وهم جاي، زين هذول كلهم ناس كبار، يعني إحنا نعتب مثلا ساعات إحنا نقول الشباب طاقة، الشباب عندهم هاي يعني اكو شباب عنده هاي الرعونية اللي عنده طاقة زايدة اللي ما عنده تفكير يريد بس إنه يفرغ طاقته ويستخدم السلاح، أنتوا ناس كبار، شيخ العشيرة يعني ينتخب شيخ العشيرة أو يختار على أنه هو رجل وقور كبير بالسن، حكمه العقل مو العواطف، زين احنا دا يعني اعتب عليه من هسه، اعتب على الناس اللي شياب ناس كبار في العمر ورايحين ما اعرف شنو عندهم مناسبة سعيدة ولا حزينة نفس الشيء، ورايحين وناس تستقبلهم ويهوسون، اكو اطفال طبعا بين الاسرع بالمقطع يبينون اكو اطفال يمشون هم من يرمون لانه يستخدمون اسلحه متوسطه يخافون من الاسلحه ويصير يعني حتى الهوسه مالتكم اللي مسوينها هوسوا ما يخالف الاهازيج مالتكم العادات والتقاليد خربت، هسه احنا استمروا بها عادي، هاي شغله احنا متاصله بينا ومتجذره وهي قضيه ما نقول لكم بعد الغوها، لكن انه هسه انتم جاي تفترون وجاي تهوسون الاهازيج مالتكم انتوا تقطعون وتخربون هاي القضيه بسبب الصوت والخوف من الاطلاقات الناريه، اي خطا بسيط اي السلاح واحد يروح وبعدين ينقلب هذا، اذا انتوا رايحين على فرح ينقلب الى حزن، واذا انتوا عندكم حزن فيصير حزنين. ليش؟ طيب هاي الاصوات التي تعالت او مشوا مسافه طويله وهم بيدهم الاسلحه، معقوله ولا واحد قدر يبلغ ولا سيطره قدرت تجي؟ زين ليش اللي قاعد يصير هالشكل في بغداد في واضح النهار؟ هاي القضية احنا موضوع العراضة، زين وزارة الداخلية من اصدرت قانون وقالت تجريم وقالت ارهابي يعتبر، هذول مو ارهابيين هسه المفروض؟ والمفروض يتعاقبون حسب القانون، احنا قاعد نحكي بالقانون هسه حاليا، ما راح نحكي بالمثاليات وانه احنا ضد العشائر، لا راح نحكي بقانون، قانون دولة قالت انه شغلتين ماكو بعد دقة عشائرية وعراضة وما اعرف شنو من هاي الهوسات اللي بيها يستخدم الاسلحة، ولا اكو استخدام ولا الاسلحه تكون بيد الشعب وانما تكون بيد ملك للدوله. وين هاي وين هاي؟
فالموضوع والله صار عقيم، صار حتى يعني مزعج انه واحد يحكي بيه، ملينا انه احنا حتى المقاطع صارت تتشابه علينا، حتى ساعات نقول عسى ولا علي يطلع قديم، واحنا راح ننتهي من موضوع العراضه والدقه العشائريه والرمي والقتل، وجاي يشوفون انتم حاليا شنو جاي يصير بسبب السلاح المنفلت اللي بيد اي واحد اللي بالبصره، هسه اليوم شيعوا او يوم ليله البارحه يمكن اليوم اصدقاء قتلوا صديقهم، صديق عمرهم، ياكلون يعني هم كلهم ماكلين من بيت الثاني، وهو وحيد امه وابوه، انقتل وراح وما نعرف على شنو، اي يعني مهما كان انتم اصدقاء، فصار الموضوع انه لانه السلاح سهل في متناول الجميع، فاي واحد شوي عصبه اخذ السلاح وصفى قضيته او مشكلته بايده، للاسف دون حوار ودون قانون، نتمنى انه مثل هكذا موضوع يتابع مبينين من هم حتى العلم واحد يقدر يعرف هي عشيرة ويتم محاسبتهم ويأخذ من عندهم تعهد خطي أنه بعد ما تكرر مرة مرتين العشائر راح تتوب. ما أعرف يمتى نخلص من هذا الموضوع اللي فعلا أزمنا وجاي يزيدنا عدد أموات ويزيدنا خوف وإرهاب، وإحنا ما ناقصين لا خوف ولا إرهاب. أنا متأكدة كل البيوت اللي حوالين القضية كلهم فزع وخوف لأن ما يعرفوا شنو الموضوع، حد ما عرفه والله يلا عراضة أو دقة عشائرية وما أعرف شنو. مع الأسف أنه إحنا نبقى مستمرين ببعض العادات والتقاليد اللي ما تجيب لنا إلا الموت والحزن. يعني أنا أحيي أحد الأشخاص اللي موجودين مو بالعراضة لا بالمنازل القريبة من العراضة، طلع واعترض قال لهم أنه أنتم ما يصير أنه ترمون وإحنا كنا ولد عشائر وكل إحنا عندنا عشائر وما يصير أنه هيك نتصرف بهذه الطريقة المأساوية أو طريقة بشعة مثل ما وصفها، لكن أنه بعدها أنه أوكي وقفوا إطلاق النار بعد فترة، يعني بعد ما رموا وبعد ما خلوا الناس تخاف وما خلوا الأطفال أنه تصرخ وتبكي يلا وقفوا إطلاق النار. لكن الغريب بالموضوع وين؟ أنه أكيد هم طلعوا من منطقة إلى منطقة، وبين هذه المناطق أكو شوارع رئيسية وشوارع رئيسية بها سيطرات، ها يعني السيطرات المفروض أنه سواء كانت أنه للشرطة المحلية أو اتحادية أو حتى الجيش يسألون ورايح وين جاي يفتشون إذا شايل سلاح، شلون عبرت هذه الأسلحة من منطقة إلى أخرى في ظل تواجد الحكومة المحلية وأيضا قوات الأمن اللي موجودة في بغداد، وهذا عتب كبير جدا على وزارة الداخلية وزارة الدفاع والجهات الأمنية اللي موجودة في بغداد، لأنه فعلا أثبتوا بهذه اللحظات أنهم غير حريصين على أرواح المواطنين في بغداد وفي كل مكان نشوف به مثل هذه الظواهر العجيبة الغريبة اللي هي الرمي العشوائي في مناسبات الحزن أو الأفراح. نتمنى الأفراح لأبناء شعبنا العراقي في كل المحافظات العراقية، لكن ابتعدوا عن الرمي لأنه بإشكال شرعي أولاً، وكلكم أنتم ترجعون لمراجع وترجعون لمذاهب وترجعون لقضايا أخرى وتعرفون الشرع ومطبقين الشرع بكل تفاصيله، هذا بإشكال شرعي ومن ثم أن القانون يحاسب عليه، لكن للأسف ضعف القانون وضعف الدولة وضعف الرقابة خلى الناس تأخذ راحتها وترمي بأي شكل يعجبها وتستخدم السلاح اللي تعجبه. وأيضا بالعراضة شاهدنا سلاح هو خاص لوزارة الدفاع، يعني خاص أنه الجيش العراقي، معناها أنه هذا الشخص منتسب المفروض يحاسب لأنه ما المفروض أنه يستعمل سلاحه بالأمور الشخصية. هذا السلاح من أنطوكيا من أجل خدمة الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين، مو تجي أنت تأذي المواطنين اللي موجودين باستخدامك إلا بشكل شخصي وتروح تهوس بعراضة وترمي. هسه العراضة عرفناها، لكن الرمي شنو معناه ما نعرف. نتمنى أنه من الجهات المعنية محاسبة المقصرين اللي هم مسيطرات، محاسبة الجهات اللي قامت بهذه الأعراض والرمي العشوائي، وأيضا إلى عشائرنا الكرام يا ريت أنه تبعدون أبنائكم أبناء عمومتكم أخوانكم أهاليكم أنه من استخدام السلاح بهذه المناسبات سواء كانت حزينة أو مفرحة، حتى نحد من ظاهرة الرمي العشوائي اللي أساءت واللي دمرت الكثير من الناس بسبب هذه التصرفات الطائشة اللي حتى ما نسميها صبيانية، لا يمكن نصب أنه من تحت شوية تقول له هذا غلط أنه يمتنع من عدو بعد ما يكرر، لكن هذه التصرفات الطائشة للرمي العشوائي وأيضا تصرفات سلبية يعني أساءت بشكل كبير على المجتمع العراقي. نروح لموضوع آخر وأيضا ظاهرة غريبة عجيبة دخيلة على المجتمع العراقي، لأنه المعروف عن المجتمع العراقي مجتمع إنساني يحب الإنسانية، يحب التعامل مع كل الكائنات الحية برفق بهدوء ببراءة، لكن اللي راح نشاهده من خلال الفيديو اللي تناولوه ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب اثنين عندهم لذة عندهم فديتش نشوة بتعنيفهم لقطة صغيرة جدا، ما أعرف إنه شو مسويت لهم، ما أكلت لهم طير، ما أكلت لهم دجاجة، ولو هسه حتى البزونة ما تقدر إنه تأذي لها فارة،
فصارت انه بس تريد تعيش، بس تريد انه تاكل لقمتها وتطلع، فما عادت انه هذه النظره السلبيه والمأساويه اللي كنا ماخذيها، او العداوه ما بين القطوه الفار او ما بين القطوه طيور الحمام وحتى الكتاكيت الصغيره للدجاج. فما اعرف شنو السبب وراء تعذيب هذه القطه. يا ريت يا ريت من شبابنا انه شويه تكون عندهم انسانيه. احنا وصلنا المرحله يعني خطره جدا مما شاهدناه من عنف وتعذيب وقتل ودمار وتسليب وخطف منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه. يعني ما ناقصنا مثل هذه المشاهد ومثل هذه المقاطع المؤذيه المؤلمه اللي هي تزيدنا عنف وتزيدنا قساوه قلب وتزيدنا اشياء يمكن مو ايجابيه، انه سلبيه تكون بكل اشكالها. يا ريت الابتعاد عن هذه اللقطات. انت اذا ردت انه عندك قضيه مع قط او عندك عداوه مع قط، ما اعرف كاتل اهلك او انت كاتل اهلها، يا ريت انه بيناتكم بعيدا عن التصوير حتى لا تسيء لسمعه الشعب العراقي وسمعه المجتمع العراقي باكمله. هسه انت صرت نموذج سيء للشباب العراقيين لانه تصرفت بهذه التصرفات السلبيه. واحنا دائما ما نذكر المثل اللي يقول الخير يخص والشر يعم. اذا شاب نقول كل الشباب العراقي انهم عندهم هذه الظاهره اللي يعذبون بها القطط والكلاب وممكن اي حيوان انه يشوفونه او يضوجون من عنده انه راح يعذبونه بهذه الطريقه. ويمكن ايضا شاهدنا مقاطع فيديو تعنيف لطير الحمام انه يملصه بهذه الطريقه ويخليه يفرفح بجناحاته. ليش هالعنف هذا؟ يعني ما كفانا عنف، ما كفانا قسوه، ما كفانا دمار من اللي شاهدناه منذ عام 2003 لحد هذه اللحظه. انت يعني هسه فرحت بنفسك انه راح تتباهى بنفسك امام اصدقائك انه اني سويت يعني عمل مشين مع هذه القطه وعذبتها بطريقه وهي لا حول ولا قوه، انه ما تقدر حتى تدافع عن نفسها لانه صغيره جدا. ما معقوله، ما معقوله. يا اخي اصحى يا اخي اوعى. نتمنى انه بعد ما انه تشاهد هذا المقطع وتشوف نفسك تقول انا سويت، تروح تتوب وتروح تستغفر، تروح انه تاخذ من خاطر القطه المسكينه اللي عذبتها. يعني ترى حتى الحيوانات او كل الكائنات هي تحتاج للحنان، تحتاج للتعامل الطيب، تحتاج للبساطه بالتعامل، ما تحتاج لهذا العنف، لان هي ما عندها انه فكر وما عندها انه نضج انه حتى تفهمك انه انت انسان سيء. فلهذا انه جت يمك، هي لو فهمتك ما كان جت يمك، لانه انت فعلا انسان سيء وانسان مو ناضج وانسان مو واعي ويمكن مختل عقليا، لانه هذه التصرفات حتى المختلين عقليا ما يسووها وما يعذبون القطه بهذه الطريقه المأساويه. يا ريت انه توصل هذه الرساله لكل شبابنا والابتعاد عن هذه الظاهره اللي هي ظاهره تعذيب الحيوانات او الكائنات الحيه اللي موجوده بالعراق. فنقول رفقا بالكائنات الحيه اللي موجوده عندنا، يا ريت انه نحافظ عليها، لانه احنا اذا جانا طائر فلان منكم لازم نصيده ولازم نبيعه. هذا الطائر الصغير اللي هو بالعاميه يسمونه زرزور لازم نصيده ولازم نبيعه. العصافير لازم تصيدوها، الفخاتي لازم تاذوها، اي شيء عندنا انه مهدد بالانقراض لازم تروحون وتاذونه، انه برجعتوا على القطط ويا مكثرهن. هنا صح انه هو يومين قرضا، لكن ما المفروض انه تعذبها وتسيئلها بهذه الطريقه البشعه جدا واللي اسات انت بها لسمعه المجتمع العراقي. واحنا دائما ما نوصي بالحفاظ على سمعه المجتمع العراقي، لانه ما بقى عندنا غير بس سمعتنا بين الدول وبين الاوساط. خلونا انه معروفين فعلا انه احنا قوم رحيم، نتعامل بانسانيه، نتعامل بلطف، برفق مع كل الناس وحتى مع بقيه الكائنات الحيه اللي موجوده اللي هي مثل الحيوانات وغيرها. المقطع حيل مؤلم، لانه الحيوانات مثلنا تحس. احنا هاي مشكلتنا انه احنا ما نعلم حتى اولادنا للاسف هسه عندنا انه الحيوانات ما تحس. يعني اتذكر في حديقه الحيوان في البصره شفت مآسي، وهاي يعني فرصه انه واحد يحكي بي الموضوع. ياخذونهم على النفر 2000 دينار وتدخل انت تشوف الاسد والدب، الدب اللي هو متعلم على الاجواء البارده في درجه حراره 50 درجه، مسوين حديقه الحيوان عباره عن صبابه، كلها صبابه. الحيوانات كلها عباره عن شبه اموات. يعني انا شفت الدب انا كنت اعتقد انه ميت، شفت الاسد ضلوعة تنحسب، هذا الاسد اللي صاحب نايم فوضعه كان يعني او وضع الحيوانات مأساة. فانا قلت على شفت اعتقد انه هي كانت ذيبه وعندها اطفال توها والده بالصبه حافرتها، حافره الصبابه حتى توصل للارض ومكان رطب ونايمه بيها. فانا صورت المقطع بس للاسف المكان ظلمه، يعني معتبرين انه حديقه الحيوان انه حيوانات ويعني ما اعرف يعني شنو التفكير مالت الشخص المستثمر لهذا المكان. صورت وحكيت يعني لا وعي، قلت خطيه ايش قاعد يصير هنا، ليش الشكل؟
هاي خطيه عندها اطفال ما اعرف شنو. فواحد واقف يمي رجل كبير بالسن قال لي ضحك قال وين يحسون؟ قلت له لا الحيوان يحس. قال لا ما يحسون. طيب يحسون شلون؟ قلت له شلون ما يعني شلون ما لو ما هي لو ما حست ما حفرت الارض هي وجاي تتنفس بهاي الطريقه؟ هذا الموضوع احنا يعني ما اعرف احنا عندنا في بالعراق ما عندنا انه واحد يعلم انه الحيوانات مثلنا تحس وتشعر وتحس بالالم. فمع الاسف يعني فاقدين احنا حقوق الانسان ضايعه عندنا، في حقوق الحيوان اكيد بالتاكيد ضايعه. لو بغير دوله كان حققوا من المقطع وعرفوا منه وتم معاقبته يعني بشكل سريع. طيب نترك الموضوع، لكن نتمنى ان يكون هناك الى محاسبه ومعاقبه حقيقه، ونتمنى ما ينعاد. احنا ندور على الحسنه حتى الله يغير حالنا هذا الحال اللي عايشين به. وللاسف اكو ناس هي تدور على تعذيب نفسها وتعذيب بلدها. طيب نروح الى ناصريه. في الناصريه وصل لنا من قضاء الشطره مناشده، اكو ناس تقول انه هناك مجمعات سكنيه او مشروع لمجمعات سكنيه صرف عليه أكثر من 100 مليار دينار، لكن لحد الآن دون اكتمال، لحد الآن باقي. راح نشوف احنا التقرير. يطالبون بأنه يكتمل بأسرع وقت ممكن، يصفون ما بيناتهم من مشاكل، حتى على الأقل أنه الناس اللي ما لاقية بيت وعايشة شكل ماكو قاعدين يعني ناس في خرابة، هذه المجمعات من الممكن تفيدهم. نتابع القضية ونتمنى أن يكون هناك متابعة من قبل مجلس محافظة الناصرية، أو على الأقل أنه إيصال صوت الجهات في الحكومة المركزية أنه هناك مجمعات شبه مكتملة، كملوها للأخير ووزعوها على الأقل على الفقراء حتى نخلص نوعا ما من موضوع الإيجارات، من موضوع أنه عدم وجود مسكن لائق للمواطن العراقي. يعني مع الأسف أنه تكون في منطقة مثل مدينة الشطرة، يعني مدينة مكتظة بالسكان تتجاوز عدد نفوسها 500,000 نسمة، فيها 66 عمارة سكنية مهيئة للبناء، لكن تتعرض إلى ضغوط سياسية وإلى مشاكل وإلى يعني شد وجذب من قبل كتل سياسية وجهات تريد اقتضاض يعني أو اقتناص الفرصة في سبيل تحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن اللي يسكن الصفيح ويسكن العشوائيات ويسكن مناطق التجاوز. هذا المسكين يعني أين يذهب؟ أين يعطي الوجه إذا كانت الحكومة التي هو ينظر إليها على أنها الراعية هي من تسرق، هي من يعني تجد الحيل في سبيل أن تأخذ حق المواطن؟ أعتقد أننا اليوم نعاني من مشكلة حقيقية، وهي عدم وجود حكومة محلية أو مركزية تنظر إلى المواطن، بل تنظر على المواطن وأين يكون رزق المواطن لتشاركه فيه. للأسف الشديد يعني تلكؤ الاستثمار في محافظة ذي قار، وهذا الشيء يعود لسبب تكتلات سياسية اللي قاعد يساوم المستثمرين والشركات بالعمل، يعني لا تدفع المبالغ المالية لو ما راح يكمل المشروع. فإحنا نطالب الحكومة المحلية بشقة التشريعي والتنفيذي متابعة هذا الأعمال، خصوصا المشاريع السكنية في قضاء الشطرة وفي الأقضية والنواحي المتبقية كسوق الشيوخ ومركز المدينة. هناك مجمعات سكنية لحد الآن يعني نسب إنجاز عالية، لكن تلكأ العمل بسبب المساومات من قبل جهات سياسية متنفذة في المحافظة. يجب أن تكون هناك حملة حكومية لمعرفة أسباب تلكؤ المشاريع السكنية خاصة عن طريق الاستثمار، خصوصا أن محافظة ذي قار بحاجة لآلاف الوحدات السكنية وسط نمو سكاني. يجب على الحكومة أيضا يجب على الحكومة السكان الاتحادية والمحلية وضع خطط استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لإنشاء وحدات سكنية. هناك مشروع يعني بقضاء الشطرة، هذا معطل صار من أكثر من سنوات، يجب على الحكومة المحلية مراقبة هذا المشروع، ومن الحكومة نطلب من الحكومة وزارة البلديات إسراع بإنشاء هذا المجمع، مجمع يعني خاصة ثاني قضاء بالمحافظة من الناحية السكانية. مشروع الشقق السكنية في قضاء الشطرة من المشاريع المهمة والحيوية التي قامت بها تنفيذ شركة بارس بالتعاون مع شركة الفاو العراقية لإنجاز هذا العمل. يحتوي هذا المشروع على 66 شقة سكنية بتكلفة 100 مليار. تعرض هذا المشروع إلى كثير من الاندثار والسرقة والإهمال
نتيجة عدم تخصيص المبالغ الكافية لهذا المشروع. نناشد ونطالب كحكومة محلية بإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت وتخصيص المبالغ الكافية خدمة لأبناء مدينة الشطرة، لكونه يخدم شريحة كبيرة من الفقراء والموظفين ذات الدخل المحدود. حرامات فعلا، مو مجمعات من الممكن انه تحل ازمه كبيره في قضاء الشطره وحتى لاهالي الناصريه. يعني هاي طبعا مثلها موجود في بقيه حتى المحافظات، واحد بنروح حتى بالبصره شفت مجمعاتها باقيه، حرامات توصل للنهايه وما حد يكملها. يا ريت يكون هناك اهتمام من قبل الجهات المعنيه اكمال ما تبقى، نصرف عليها كم فلس، ومن الممكن انه تفيد الناس، نقلل هاي الزخمه الحاصل بالمدن، الناس ظلت تشطر بدل البيت تسوي اربعه وقاعدين بحسره وناس قاعدين يعني تفيد 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 بشكل كبير هذه المجمعات. بلكت الله يصير هناك تحرك وهناك يعني ما حد يدري كان بيها، بس احنا حسينا بيها او نبهناهم عليها ويتم حسم هذا الملف المتاخر منذ سنوات. ان شاء الله بقيه المواضيع ناخذها بالايام القادمه، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. اتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في امان الله. اذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.